لما انت ليه يا رأفت ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ قارين فاتحه من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفاتحه ولا بعد الفاتحه؟ جوازها اصلها متعسره شويه. الله، انت كمان متعسر؟ الدوله مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ انت خطيبها من حركه كفايه؟ لما تبقى الشقه التعبانه اوضه وصاله ب 80,000 جنيه تبقى الدوله مش عايزه. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟ اكتر من عمرو دياب، سيادتك بتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ والدولة هي اللي مش عايزة؟ أيوة يا باشا. مين بالظبط في الدولة اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم إيه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزنا أروح أنا للرئيس أقول له إن أنا عايز أتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعليا وليفني وكندريزا رايس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده أنا طب ساكت، يعني أنا أقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا أنا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت مقفلة في وشي زي الدومنة، والحكومة نازلة في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقة دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكلة تهاني، انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. اروح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني؟ انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. منورنا يا محسن بيه، اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟
ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رافت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رافت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رافت ازاي؟ في الكليه. اصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمه اجتماعيه، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رافت دخل تجاره وانا دخلت اداب، وبعد ما خلص تجاره كمل في حقوق وانا كملت في رياض اطفال، وهو دلوقتي ايه ما شاء الله في المعهد العالي لاعاده اعداد القضاء المتوترين. اه انتوا مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. اه ما انتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رافت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رافت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ اه وانا معاد هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رافت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال. والله يا ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ طهت ازاي؟ يا راجل اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده، اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تطردي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كابتن حلمي دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بل كده. وبعدين يعني كما تعلمنا من حضرتك ان دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. يا رافض مالك؟ انا اسف جدا يا فندم، ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار سيادتك. شوف مين؟ حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك. كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحيه الاقتصاديه في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمراه وتختص بال يعني بالمزز برضه لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناه بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناه هنداوي تعبر عن الحاله الاقتصاديه وخاصه في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمريه واضحه كما يلي. فهناك بحر احمريه ده انت الاحمريه، انت مالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناه بوبوس الفضائيه تنطلق من مدينه الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك، احتليته ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا.
ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا برا برا، امشي من هنا برا. بيتك بيتك، لابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادلة دي؟ اقلعها. يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجيبها مش هسيبك. هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي، الست يا لطفي. دي ست مش كويسة، قذرة، سافلة، منحطة. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة ايه يا هانا؟ يا الست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي، استنى يا لطفي. محدش حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. عطيه مات وسابني على الحديده، عليه شيكات وديون لناس كتيره جدا، كل يوم والتاني واحد ينط لي. كل اللي بتقوليه ده ايه دخله بقى بان كل ما ادخل انا ولطفي الاقيك انت والراجل ده فوق بعضكم؟ مين الراجل ده بس؟ بصي، الراجل ده عنده شيكات ممضية ب7 مليون جنيه، يعني ممكن يحبسني في أي وقت،